تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل. والطقس النهارده هيكون دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء. في كمان النهارده امطار خفيفه على مناطق من اقصى السواحل الشماليه الغربيه، ده على فترات متقطعه. في كمان نشاط رياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه بتكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه على فترات متقطعه ايضا. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم الطقس مشمس ودافئ صباحا ولكن في بعض البروده بالليل. بالفعل اليوم مكملين في مزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، ارتفاع في قيم درجات الحراره، تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 ل6 درجات، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 25 درجه مئويه، وده طبعا قيم درجات حراره مرتفعه بسبب التاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، الكتل دي بتكون مرتفعه في قيم درجات حرارتها، كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار بشكل كبير، بتخلينا نحس بالطقس الدافي بشكل كبير فترة النهار في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. بيكون كمان أدفى، بيبقى طقس مائل للحرارة في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن العكس بيحصل طبعا فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون محسوس اكثر خلال فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء من بارده الى شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات الصعيد شمال وجنوب الصعيد، بيكون فرق درجات الحراره بين النهار والليل يتجاوز ال 15 درجه مئويه احيانا في بعض المحافظات، فلازم ناخد بالنا من فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل. بالاضافه كمان اليوم متوقع ان تكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من اقصى السواحل الشماليه الغربيه مطروح والسلوم، وهي فرص امطار خفيفه ما فيش منها تاثير ولا قلق تماما. بالاضافه كمان هيكون في نشاط في الرياح على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، سرعات رياح تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، ممكن تكون مثيره لبعض الرمال والاتربه على الاماكن المكشوفه في السواحل الشماليه الغربيه فقط، لكن باقي مناطق الجمهوريه مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره. ويمكن كمان احنا فتره الصباح الباكر في شبوره مائيه موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، يعني صعب الكثير تبدا اشعه الشمس تصفى وتبدا الشبوره المائيه، لكن هي مش كثيفه قوي بالنسبه للايام اللي قبل كده. يعني احنا واحنا جايين النهارده لا الجو كان يعني ما فيش الشبوره الكثيفه قوي بالنسبه لقبل كده. اه بالفعل هي شبوره مائيه خفيفه ما اثرتش تماما على حركه المرور. متوقع ان شاء الله من بكره نبدا. ايوه لان انا بقى عايزه اسال حضرتك، لان الناس كتير بقى على السوشيال ميديا، حضرتك طبعا عارفه ان احنا لازم بنتابع ده علشان ننقلك الاسئله اللي الناس كتير بتسالها، والشتاء خلص واحنا كده خلاص، الناس مخدوعه في ارتفاع درجات الحراره، هل يا ترى هيبقى في انخفاض الفتره اللي جايه؟ هو بالفعل في انخفاضات، ويمكن احنا نوهنا من خلال نشراتنا ان احنا مش عاوزين ننخدع بأشعة الشمس أو بالدفء، لأن بعد الارتفاعات هيكون في انخفاضات، وده اللي متوقع من بكرة إن شاء الله. مصادر الكتل الهوائية تختلف تماما، هتكون كتل هوائية معظمها هتكون قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، هتكون كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فهنبدأ نشوف الأجواء الشتوية مرة أخرى بشكل كبير من بكره ان شاء الله. اول حاجه هيكون عندنا انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 5 أو 6 درجات في اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، لان بكره ان شاء الله متوقع عظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه خلال فتره النهار. مع الانخفاضات دي هيكون في نشاط للرياح، وجود نشاط للرياح هيحسسنا ببروده الجو اكتر. بالظبط اكتر، وكمان هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج هيوصل ل 3.5 متر،
بالإضافة كمان هيكون عندنا فرص للأمطار، وفرص الأمطار دي هتستمر معانا 72 ساعة، أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية، منها السواحل الشمالية، الوجه البحري، ممكن كمان توصل لمناطق من القاهرة الكبرى الثلاث والأربع. هتختلف طبعا شدتها بشكل كبير، يمكن أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار هتكون المحافظات الساحلية ما بين المتوسط، ممكن تزيد عن المتوسط في بعض الأماكن، تمتد بكميات أقل للمحافظات الداخلية مع استمرار كمان الإتراك في الملاحة البحرية. فعشان كده احنا كنا بنأكد بلاش، هل يستمر معنا ده لآخر الأسبوع يا دكتور ولا مع نهاية الأسبوع هترتفع مرة تانية درجات الحرارة؟ لا، هيستمر معانا انخفاق قيام درجات الحرارة، يمكن كمان هو هيبدأ بكرة 20 درجة مئوية وكمان يزيد الانخفاض توصل ل 18 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع. استمرار انخفاض قيام درجات الحرارة لنهاية الأسبوع، يمكن كمان بداية الأسبوع اللي جاي هيكون كمان فترة النهار وفترة الليل، فعشان كده بنأكد استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. مهم جدا نتابع النشرات الجوية، نعرف ايه الظواهر الجوية المؤثرة على كل منطقة قبل ما نخرج من البيت، والمحافظات اللي هتكون معنية أكثر بسقوط الأمطار خاصة المحافظات الساحلية مع وجود كمان نشاط الرياح. لازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح المعادن المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكه. ومهم كمان القياده تكون بهدوء تام مع تساقط الامطار، لانها احيانا ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، ولا قدر الله كمان ممكن تؤدي لانزلاق العجلات على الطريق. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا، واكيد التنسيق مع الجهات المعنيه كلها لمتابعه حاله الطقس خلال الايام اللي جايه، خصوصا ان في سقوط امطار على المدن الساحليه.